قبل ما ابدا اي حاجه حنلعب لعبه بسيطه، او جزء منكم حيلعب معي لعبه بسيطه. لو عينتوا لي ورا جنب المكيف هناك في واحد اثنين شابين وبنتين، ايوه انت قاعده تقولي في شنو؟ حتكونوا معانا الجروب الاول، قدموا صفقه يا جماعه. ولو عيننا هنا جنب المايك هناك في ثلاثة بنات، واحدة عينت للمايك وراه. أيوة حتكونوا أنتم معانا الجروب الثاني، دول برضه صبنا. طيب باختصار أنا دايراكم تعملوا شنو؟ الجروبين. أنا عايزاكم تعملوا لي كديسة. كديسة، قطة، كات. تمام؟ حيكون عندكم دقيقة واحدة عشان تعملوا الحاجة دي. اوكي؟ 1 2 3 ابدوا. الجروب الأول يا سلام طوالي بدأ يشتغل. شكلهم انا مين ما شفتهم كده يعني تحت لام، يعني شكلهم ناس لابطين. الجروب الثاني بس بتعالوا لي ليه يعني؟ عملوا كنيسة. انا ما قصدي الكنيسة دي، لكن الجروب الثاني شكله ما فاهم كده يعني، صح؟ شكله جروب ميت. انا الجروب ده ظابطين كيف، شكلهم ناس مستنيرين ومفكر شغالين طوالي. الجروب داك يعني ميت شديد، ما قاعد تحركوا ذاته، ما قاعد يعملوا اي حاجه. افتكروا، فكروا شويه، ابتكروا حاجه. عن زمانكم قرب ينتهي، ما ممكن تكونوا كده. يا سلام على الجروب الاول. دقيقة انتهت والجروب الأول، عليكم الله تضم صفقة لأنهم عملوا الكديسة زي ما أنا دايراها. يعني ما أعرف أقول لكم شو الجروب الثاني، لكن يعني حقيقي أنتم ما أعرف أقول لكم شو، لكن ناس تمام. هنعرف قصة اللعبة دي شنو بعد شوية. من الجروب الثاني يعني عفوا لي، هتعرفوا القصة بعد شوية. تمام. قبل ما نجي نعرف انه المغزى من اللعبة دي شنو، أنا حابة أحكي لكم قصة. اللي هي قصة التعليم. التعليم مما نحن بدينا كناس في وجه الأرض هو موجود. لكن زمان لما كنا رجال ونساء كهف، كان التعليم الغرض منه إنه ننجو، إنه نقدر نعيش. والأساتذة كانوا الأبهات والأمهات، كانوا بعلموك كيف تصطاد، كيف ما يأكلك ديناصور يلاقيك في الغابة. بعد ذاك حصل شنو؟ نحن غررنا كده كبشر إنه إحنا ما قدرنا نبقى تاني رجال ونساء كهف، وقمنا غررنا نبني حضارات. في الحضارة عشنا لأول مرة كمجتمع، فبقى التعليم غرضه إنك أنت كفرد تساهم في نماء المجموعة، لأنه كنا حضارة الوقت ذاك. بعد ذاك أسي نحن لينا آلاف السنين من أول حضارة قامت، وعلى حسب الإحصائيات الموثوقة والمعقدة جدا جدا، في نسبة 0% إنه ياكلك ديناصور. طيب وبالنسبة لنا تاني إنه نحن بقينا مهتمين بحقوق الأفراد وتنمية الأشخاص، فبقى الموضوع ما بس إنك تشتغل عشان المجموعة. فاحتياجاتنا باختصار للتعليم اختلفت. اللي عايز أصل له بقصة التعليم إنه التعليم مما ادخلك هو حل لمشاكل، هو حاجة عشان نلبي بها احتياجاتنا، ما هو غاية في حد نفسه. ومن الغباء، معلش الكلمة،
انك تستخدم حل ما بينفع لمشاكلك. تمام؟ مع قصة التعليم في قصة حاجة ظريفة كده اسمها البريفليج او الامتياز، اللي هي قاعدة معانا من بداية التاريخ. زي ما عملنا في المجموعتين الأولى والثانية، أدينا المجموعة الأولى امتيازات من البداية، إنه نحن إنه خدتين عليهم أمل وشكلهم ضابط وكده، اللي ممكن نقول دي نظرة المجتمع أو التأثير المجتمعي. أديناهم البريفليج بتاع إنه أنتم ما شايفين، لكن كان معهم أستاذتين بعلمهم كيف يعملوا الحاجة دي. أديناهم البريفليج بتاع الماتيريالز، إحنا أديناهم ورق وأقلام، ما أدينا دي لأي حاجة، وكنا بنتنمر فوقهم الوقت كله. معلش، ده فهم الامتياز. الامتياز ممكن يكون سلبي وإيجابي، إيجابي في حالة الدير وسلبي في حالة الدير. التعليم والامتياز بيمشوا مع بعض للأسف. طيب، عشان نربط الموضوع ده كله، نتكلم عن الموضوع اللي أصلاً جاي أتكلم فوقه، ALB أو بالعربي كده التعليم المسرع، برنامج التعليم المسرع. برنامج التعليم المسرع هو واحد من البرامج المشاركة فوقه منظمة الصدقات اللي هو أنا بمثلها، هتكلم عنها بعد شوية. لكن ما بس منظمة الصدقات، في شبكة كبيرة بتاعت تعليم مسرع بتقوم به الوزارة، بتقوم به اليونيسيف، في كم مركز حوالين السودان كله. لكن احنا هنتكلم عن نسختنا نحن كصدقات. التعليم المسرع معناه شنو؟ باختصار هو برنامج تعليمي مسرع امباكت او فوقه معلومات كثيره عشان ياخذوها الاطفال الاصلا خرجوا من المدرسه، عشان يقدروا يلحقوا ثاني يرجعوا للسلم التعليمي او النظام التعليمي. يعني مثلا طفل مما هو صغير ما دخل اصلا مدرسه، وحب انه بعد ما تم عمره 10 سنين انه يرجع ثاني يتعلم. فنحن لو قمنا بدينا ما هو زول عمره 10 سنين بدينا لو ثاني من البدايه من الصفر، احتمال حيلقى اقرانه مشوا كثير. فبنقوم نديه منهج مضغوط عشان يحصل اغرانه ويرجع معاهم في نفس الفصول. طيب، ليه الـ ALB؟ هتلاحظوا حاجتين، انه هو بيحل لنا مشكله حاصله عندنا، زي ما قلنا التعليم هو حل. مشكلتنا الحاصله عندنا هسه في السودان اي نظامنا التعليم فوق مشاكل كثيره. لو انا سالت زول حترسل لي اللسته الاتيه، المناهج، البنيه التحتيه، المعلمين، كلنا عارفين المشاكل بتاعت التعليم. صح؟ لكن انا لما اجي احل المشاكل ما بنسى انه انا عندي ناس اوريدي اتضرروا، ناس موجودين ومتضررين. هل انا حنسام اقول لهم خلاص انتم القطر فاتكم وانا همشي ابدا من صفحه جديده بنظام جديد يعني يكون مثالي وبيرفكت؟ لا، انا لازم احل ديكا عشان احنا ما بنخلي دول ورانا. لازم نلحق ديلك، وفي نفس الوقت انا بكون بحل في المشاكل الأساسية، لو بكون شغالة تنمية في التعليم. برنامج الـ ALB ما بحل مشاكل التعليم الأساسية، لكن بيضمن إنه إحنا ما نخلي شافع ورانا، إنه إحنا كلهم يصلوا معانا لما إحنا نبني في التعليم بتاعنا الجديد. تمام. بالنسبة لصدقات، صدقات هي مؤسسة محلية في السودان بتشتغل في محاور أربعة، اللي هم التعليم، الصحة، السقيا، والإطعام. بالنسبة للتعليم في برنامج الـ ALB، مما بدأ في 2019 بالتعاون مع اليونيسيف ومكاتب تعليم الكبار ومحور الأمية في الولايات المختلفة، قدرنا نصل ل 28 مدرسة في الخرطوم والجزيرة ونهر النيل في شندي. قدرنا نصل ل أكثر من 3000 طفل في 2019-2020 في ولاية الخرطوم، و 15-77 ألف طفل في الولايات الثلاثة اللي ذكرتهم. أكثر من مما بذل برنامج التعليم المسرع، أكثر من 20 مليون جنيه سوداني اتصرفت في البرنامج من الشعب السوداني، هو الدعم الحاضر. لكن اتذكروا إنه الأرقام دي وراها ناس. 15000 ديل احمد ومحمد وامنه ومريم، ديل ناس فعندهم قصص. البنت اللي هي كانت امها عايله البيت وعندها 5 اطفال ثانيين،
وبنتها الكبيرة خلاها في البيت عشان تساعدها، وأسي هي اقتنعت إنها ترجع ببرنامجنا ده، وامتحنت أسي تامنة وجابت 242 وداخل الثانوي. الولد اللي كان قاعد هو بسبب اللجوء بسبب الحرب اضطر إنه يبقى العائل لعائلته، بيمشي يشتغل كمساري أو في أي حتة، وحتى ما بيقدر يجينا مرات يحصل الحصص، لأنه الحصص بالنسبة له مع إن إحنا عاملينها نهاية اليوم برضو لسه في وقت دوامه، لكن لسه بيجي ولسه بصير إنه يجي عشان يدخل يرجع تاني للتعليم وعشان يقدر يحسن وضع عائلته. الأرقام دي وراها ناس. طيب نحن ناويين نمشي من وين من هنا؟ أول حاجة بالنسبة للتعليم البديل ذاته كنظام، نحن ناويين نحسنه أكثر وأكثر بإنه إحنا نتعلم من أخطائنا والفشل اللي فشلناه. أي جماعة تجربة لازم يكون فوقها فشل. الفشل هو حاجة طبيعية، نحن لازم نفهم إنه الفشل هو جزء طبيعي من الستبس، زي لما تصحى من النوم وتمشي تتسوق. الفشل حاجة طبيعية من حياتك، تقبل الحاجة ديت وحتقدر تمشي لقدام. فأنت لازم تتعلم من أخطائك وبعد ذاك تجي تعمل خطة، طب أنا هعمل شنو عشان أصلح الحاجة دي. بعد ذاك بنجربها، بعد ذاك فعلاً بننفذها، وتاني بنجي ندرسها عشان تاني نتعلم من خطأنا عشان تاني نعيد السيركل، وطوال حنكون بنطور فوقها عشان نتذكروا إنه التعليم حل لازم يمثل مشكلاتك. الحاجة الثانية اللي احنا دايرين نعملها من هنا أو بنعمل فوقه اوريدي، عندنا برامج ثانية اللي هو زي برنامج إعمار، بنشتغل على البنية التحتية اللي قلناها من الأسباب الجبال. زي ما قلت لكم برنامج التعليم المسرع هدفه إنه يلحق الناس اللي ورانا، لكن في نفس الوقت هم لما يجونا يلقوا تعليم جاهز وكويس، فنحن بنكون شغالين نلحقهم في نفس الوقت بنصلح في مشاكل التعليم. فبنشتغل بإعمار فوكيشنال ترينينج بروجرام اللي هو ده التدريب المهني، لانه التعليم ده لما اقول يا جماعه الناس بتجي لها بالها طوالي المدارس الجامعات وا وا وا، ده اسمه التعليم الفورمال او التعليم النظامي. في انواع كثيره في النظام التعليمي، لانه نحن ما واحد، اي زول زي ما قال قبل مثلا الشباب في انه الرغبات بتختلف، ممكن يكون طفل سيمبلي هو ما قادر يدخل المدرسه لانه هو رغبته ما حب الحاجه دي. طيب وفر له فرصه، من حقه انه يكون عنده فرصه ثانيه اذا هو ما حب الحاجه دي. فالتدريب المهني فرصة لشباب تانين. عندنا برضو شغل بتاع بناء للأساتذة ومجهوداتهم. عندنا بنشتغل مع برضو لتطوير التعليم لذوي الإعاقة. بنشتغل في حاجة اسمها أو دي مشروعنا الجديد اللي هو البحث العلمي في التعليم، لأنه نحن عندنا مشكلة حقيقية في المعلومات والداتا في البلد، لأنه ما في أي داتا، فأي زول لما يجي يقول حاجه ما بيعرف انه اصلا المشكله من وين. زي الداتا اللي قالتها قبل رحاب او معاب انه الثلاثة مليون طفل خارج المدرسه دي كانت في 2014، دي ما داتا موثوقه ونحن ممكن نشتغل عليها، لكن للاسف الناس شغالين عليها لانه ما عندنا غيره. واخر حاجه اوركستريتنج او نتوركينج، احنا بهمنا جدا كصدقات، صدقات اتبنت كشباب وللان اللي بيديروها شباب. نحن ما ممكن نكون ما متخصصين في التعليم او متخصصين في الحاجات الثانيه، لكن هدفنا انه احنا نجمع كل الجهود بتاعت الناس المتخصصين عشان تكون ماشيه في نفس الجهود. وردي شغالين في الحاجه وبعدين فوقها، ما بس في الخرطوم، لكن احنا عارفين انه اي خطوه لازم تكون في الولايات قبل الخرطوم. عشان الخص كل الموضوع، اول حاجه برنامج التعليم المسرع هو شنو لو سالت زول؟ تسريع عملية التعليم عشان نلحق الأطفال اللي ما لقوا فرصة، دي حاجة. الحاجة الثانية دراكم تتذكروا إنه التعليم هو حل لاحتياجاتنا، ما حاجة بنجيبها بنطبقها جاهزة، وما مقاس واحد لكل الناس، أي زول من حقه يلبس مقاسه وتحاول تلبسه مقاس ما مقاسه. الحاجة الثانية الثالثة والأخيرة إنه لما نحن بنحاول نبني في حاجة فعلا تكون جديرة بالسودان وكذا، ما ننسى الناس المتأثرين بأخطاء الماضي، لأنه ما ذنبهم إنهم هم عاشوا في زمن كان فوق مشاكل كثيرة، لازم نلحقهم معنا برضه. في النهاية هخليكم مع الجملة ديت اللي هو مقولة بتقول إذا في زهرة ما كانت قادرة تزهر أو تقوم بتصلح البيئة بتاعتها،
ما بتصلح الزهرة، لأنه الغلط ما في الزهرة وعمره ما كان في الزهرة. شكراً.